عجيب انا سوي. ما حطيت الزوز. حطيت الزوز. ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري مستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الكتب المشروع وخلقنا لهم من مثل ما يعلمون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتي من آية من آيات ربي لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله وعلى الذين كفروا للذين آمنوا أن يؤمنوا من لو يشاء الله ويؤمنوا إلا في ضلال مبين ويقولون أتى هذا الوعد إن كنتم صادقين وما ينظرون إلى صيحة واحدة فأخذهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فالكون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين فيها فاكهة ولما يدعون السلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون لما عاد إليكم يا بني آدم ألا تهموا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم شبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلها واليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمصنا على أهلهم فاستبقوا الصراط فأنا يشركون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نكسوا في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشرع وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليُنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يرى أنا خلقنا لهم أهل زيدنا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنا ربهم ومنا يأكلون لهم ثيونا في منشار وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند محضرون فلا يسرد قول إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة ومن كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه موقنون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله صلي على محمد وعلى آل
وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الأجمعين. والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات، وعلى أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد صلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، ومشايخنا بطريقة النقشبندية العلية. قدس الله تعالى أرواحهم زكية، ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة، وعد الله تعالى علينا من بركات وطيبات دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وإلى أرواح إخواني الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعنا لأرواح الأئمة الأربعة، وإلى أرواح مشايخنا بطريقة النقشبندية العلية، خاصة يا روح إمام طريقة وغوث الخدمة خالد بن النقشبندي محمد والسيد البخاري، حضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الفاز الدوسري، سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني عبد الخالق الأسطواني أبي خالد الخاجة كان وسائر ساداتنا وصديقينا، وإلى أرواح أبينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا، وإلى أهل العبا وأهل بيتنا، وإلى المظلومين السادات والشرفاء والغزاة والحجاج والمعتمرين في بابك وبحرك وجودك وأمة محمد وعمل أجمعين لهم منا ولنا معهم، خاصة للسيد الشيخ زكريا الفاتح. For 40 days because he did already seclusion like 4 years ago in Indonesia, but he is repeating another one now. That one is far more heavier and stronger than the one he did in Indonesia, and he left dunya with maqam al-wilaya. And every night when he comes here, accompany him through the night, and through the day he is in his worship. Send salam to everyone, and he is happy, and he say that Allah subhanahu wa ta'ala gave him what he likes. And what awliya Allah they like, they presented him to Prophet sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, bless his soul, and all his neighbors are happy because of him. Ameen. Ameen. Not only those who are here, but the whole Senate. Ameen. And those who are on the other side of the cemetery, also, although they don't receive it, deserve to receive, but they are receiving from that barakah. Ameen. At least if you go to the perfumery shop, you still get some perfumes. So he is like a perfumery shop, that everyone in this cemeteries here, different cemeteries, getting barakah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us also when we die to be in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam, presence of awliya Allah, presence of Grand Sheikh Sheikh Abdullah Ifraz al-Dastan Sultan Awliya, and presence of our Sheikh. And may Allah subhanahu wa ta'ala makes his grave Rawdatum Riyad al-Jannah, makes our grave Rawdatum Riyad al-Jannah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, ujahi habibika al-Mustafa wa Rasulullah, ujahi awliya ibn al-Iram.
أن تسهل له أمره يا رب يا الله، وتفرج كربه وتفتح عليه من خزائن السماوات والأراضين، وأن يا رب يا الله تحشره مع النبي المصطفى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تزد له يا رب يا الله في ميزان أعماله وحسناته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه يا رب يا الله، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب يا الله، إنك أنت العفو الغفور، إنك أنت العفو الغفور، إنك أنت العفو الغفور. ولو أنهم ظلموا جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا رب يا الله جئناك يا رب يا الله بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لدي أوليائك الكرام، نستغفر الله عنا وعنه يا رب يا الله، نستغفر عن أنفسنا وعنه يا رب يا الله، ونرجو أن يستغفر الرسول عنا وعنه يا ربنا يا الله، وأن يجعلنا نحن وإياه والجميع دائما في حضرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم أفض علينا من رحماتك الواسعات، اللهم أفض علينا من خزائن السماوات والأراضين، اللهم أفض علينا من تجليات جلال وجهك العظيم، اللهم أفض علينا من تجليات جمالك يا رب يا الله ورحماتك ومغفرتك وقدسك وأنسك يا رب العزة والعظمة والجبروت، كلنا لك عبد يا الله وأحق ما يقول لك العبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا حالنا وهذا هؤلاء سبقونا ونحن لاحقون. They went first, we are coming after. آمين. يا رب اجعل خطانا في الدنيا وفي الآخرة على طريق الجنة يا رب. آمين. بدون حساب يا رب يا الله، أنت الكريم الجواد، أنت اللطيف الرحيم، أنت الغفور الرؤوف، أنت الرؤوف الرحيم. ارحمنا يا رب يا الله، ارحمنا يا رب يا الله، ارحمنا وارحم الجميع يا رب يا الله، إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي أنت صاحب الرحمات ولا منتهى لرحماتك يا الله، أنت الإله القادر الخالق، تجلى علينا يا رب يا الله بتجليات رحماتك التي لا تنفد يا رب. آمين. دائما اجعلنا تحت هذه الرحمات يا رب، نور قلوبنا بنور الإيمان، اجعل قلوبنا عرش لك يا الله، عرش لحبيبك المصطفى وعرش لأوليائك، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك يا الله. اللهم كن لنا، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل، آمين، ولا باقي إلا وجهك يا رب. آمين. يا الله واغفر لنا وللجميع وللحاضرين، وسهل لنا أمرنا يا ربي. ربنا أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. All of us we are going to be like this. Everyone leaves us and we are in problem. We are asking Ya Rabbi for sake of Sayyidina Muhammad, don't keep us in problem. We are sinful servants. We are ibadun mukhti'in, wa'ajizin, helpless. نسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة والتوبة يا ربي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفور يا جميل يا كريم يا ستار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أودعنا حالنا وأحوالنا وعيالنا وجميع ما يتعلق بنا، وصلنا واستوصانا بدعاء الخير. وهذه المناجاة وقراءة القرآن عندك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين، وأودعنا الشيخ زكريا عندك يا سيدي يا رسول الله، وعندكم يا أولياء الله. ربنا تقبل بحرمة الحبيب وحرمة سورة الفاتحة.
السلام عليكم. وعليكم السلام. Not dissimilar, but it takes it open for you door of Grand Sheikh and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. They were happy with him, and he left dunya always very strong Muslim. Sheikh Zakaria, they loves him. Awliya Allah, they love him. Inshallah, Allah Subhanahu Wa Taala makes us all like him. Amen. And give us all the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this Sheikh Ibrahim, we hope that you follow and keep all these people together. Inshallah. Inshallah. Before he left dunya, like 1 year or before, he was visiting Maulana Sheikh Nazim, and Maulana said, "Who is doing zikr?" He said, "Sheikh Ibrahim." He said, "You do zikr for people can see." So I know that. So since long time I'm telling him, doing, please do. He was busy in dunya. Now when Allah took dunya from his hand, he was okay, he's okay now. Inshallah he will do the best. Inshallah. Ya Allah. Salaamu alaikum Shia Zakaria. You are resting down with awliya. We are here under the sun. Imagine this sun, they put in the umbrella in order to the heat of the sun. In day of judgment, that sun will be over the head by 70 inches. Hours. Boiling the head. This is 50 million kilometers. 50 million kilometers away and see the heat. A little bit heat above our head in the day of judgment. May Allah subhanahu wa ta'ala give us shade, cloud. For Muslims, Allah give cloud, shade. And this is the barakah of Sayyidina Muhammad. Keep saying salawat on Prophet, you'll be saved. Allahumma salli wa sallam wa barakatuh wa sallam. Ya Allah, Bismillah. Bismillah.